everyone. Ahmed Albi Sof, bin Awal al-Ahmadi. It's our second session. The first term. تاني حصة لينا في الترم الأول. النهاردة شباب هنتكلم عن subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل. Object pronouns دي ضمائر المفعول. Possessive adjectives دي صفات الملكية. Possessive pronouns اللي هي ضمائر الملكية. انا عندي شباب ضمائر الفاعل دي اللي هي بتبدا الجمله. الفاعل ده هو اللي بيبدا جمله الانجليش. الفاعل ده بيبقى واحد من 9 حاجات. ايه هما ال9 حاجات؟ 7 ضمائر و2 اسماء. الاثنين الاسماء singular noun اسم مفرد، plural noun اسم جمع. ال7 ضمائر بتوع الفاعل بقى اللي هما I he she it we you they. دايما الجملة يا شباب بتبدأ بواحد من دول، او اسم مفرد او اسم جمع. اوكي I he she it we you they. الجملة قلنا بتبدأ بفعل يجي بعده فعل، سواء فعل اساسي او فعل مساعد. يبقى دول كده لازم يجوا قبل الفعل. I play he reads she is eating. يبقى دي كده بتبدا الجمله ويجي بعدها فعل. ضمير المفعول بقى، ضمير المفعول ده انا لسه قايل لك ان الجمله بتبدا بفاعل فعل مفعول، فاعل فعل مفعول. المفعول ده ضمير المفعول بيجي بعد الفعل او حرف الجر. اي ضمير المفعول بتاعها مين. I need help. أنا محتاج مساعدة. Please help me. من فضلك ساعدني. He needs help. هو محتاج مساعدة. من فضلك ساعده. He needs help. So help him. She needs help. هي محتاجة مساعدة. Help her. ساعدها. It needs help. Help it. ساعدها أو ساعده للغير عاقل. We need help. Help us. ساعدنا. You need help. انت محتاج مساعدة او انت محتاجة مساعدة او انتوا محتاجين مساعدة. You. They. Them. They need help. So help them. يبقى دي ضمائر المفعول قلنا بتيجي بعد الفعل او حرف الجر. هبينهم لك كلهم في جمل دلوقتي بس نعرف ان I ده ضمير الفاعل. ضمير المفعول بتاعها مين. قلنا نعرف ان ده بيجي قبل الفعل، ده بيجي بعد الفعل او حرف الجر. هنيجي بقى لصفات الملكيه. اول ما بتسمع كلمه صفه لازم يبقى في اسم بعدها، لان الصفه دي شغلتها انها توصف اسم. الصفه شغلتها انها تعمل ايه؟ توصف اسم. يبقى صفات الملكيه اللي هتيجي هنا دي لازم يجي بعدها اسم، لازم يلزق فيها اسم. يعني لما بقول اي بقار انا عندي عربيه، تبقى عربيه مين؟ تبقى ماي كار. طب هي هذا كار، هو عنده عربيه، تبقى اتس هيز كار. يبقى هنا لازم دي يلزق فيها اسم، ما ينفعش تيجي لوحدها كده. شي هاز ا كار، هي عندها عربيه، تبقى اتس هير كار، تبقى عربيتها. It has a tail. الحيوان ده عنده ديل. يبقى its tail. its من غير apostrophe. its tail يعني ديله. its eye يعني عينه. Okay. We have a car. احنا عندنا عربية. تبقى عربية مين؟ تبقى it's our car. عربيتنا. You have a car. انت عندك عربية. تبقى عربية مين؟ your car. عربيتك. They have a car. هم عندهم عربية. تبقى it's their car. تبقى عربتهم. يبقى دي اسمها صفات الملكية لازم يجي بعدها اسم. هنيجي بقى للبوزيسيف بروناونز. دي ضمائر الملكية. ضمائر الملكية دي ما بيجيش بعدها اسم. ممكن تيجي في آخر الجملة خالص وما فيش بعدها حاجة خالص، وممكن يجي بعدها فعل. وهنشوف ده دلوقتي في الجملة. بس تعالى نقوله. I ضمير الملكيه بتاعها ماين. يعني لما اقول I have a car انا عندي عربيه،
يبقى this car belongs to me. يبقى العربية دي تخصني. يبقى it's my car. تبقى عربيتي. تبقى it's mine. ملكي. He has a car. هو عنده عربية. يبقى it belongs to him. يعني دي تخصه. تبقى it's his car. تبقى عربيته. تبقى it's his. يعني ملكه. She has a car. هي عندها عربية. يبقى this car belongs to her. يبقى العربية دي تخصها. تبقى it's her car. تبقى عربيتها. تبقى it's hers. ملكها. It has a tail. الحيوان ده عنده ديل. يبقى this tail belongs to it. يبقى الديل ده يخصه. يبقى ده its tail. يبقى ده ديله. هنا مفيش ما بنقولش possessive في الحته دي. You have a car. انت عندك عربيه. يبقى this car belongs to you. تبقى العربيه دي تخصك. تبقى it's your car. تبقى عربيتك. تبقى it's yours. ملكك. نقول we have a car. احنا عندنا عربيه. تبقى it belongs to us. بتخصنا احنا. تبقى it's our car. عربيتنا احنا. تبقى it's ours. ملكنا. They have a car. هم عندهم عربية. يبقى it belongs to them. تخصهم. تبقى it's their car. تبقى عربيتهم. تبقى it's theirs. ملكهم. يبقى دي يا شباب ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكية، ضمائر الملكية. قلنا ضمائر الفاعل تبدأ الجملة وبعدها فاعل. ضمائر المفعول تيجي بعد الفعل أو حرف الجر. دي صفات الملكية لازم يلزق فيها اسم. هنا ضمائر الملكية بتيجي في آخر الجملة أو ممكن تبدأ الجملة وبعدها فعل. أوكي؟ تعالوا نشوف الكلام ده في جمل. هنستخدمهم كلهم مع كل ضمير. بص يا حبيبي. I have a house. أنا عندي بيت. يبقى this house البيت ده belongs to. كلمة belongs to يعني يخص. belongs to mean belongs to me. يخصني أنا. يبقى ادي ضمير الفاعل وادي ضمير المفعول. ضمير المفعول قلنا بيجي بعد الفعل او حرف الجر. يبقى العربيه دي بتاعتي. يبقى this is my car. قلنا my دي صفه الملكيه لازم بعدها اسم. تبقى it's mine. تبقى ملكي. ممكن mine دي اللي بتيجي في الاخر ممكن نبدا بيها جمله ازاي؟ يعني مثلا أقول this isn't my car. دي مش عربيتي. Mine is blue. بتاعتي زرقاء. يبقى mine دي اللي هي بتيجي يا ضمير ملكية ممكن تيجي في آخر الجملة كده. It's mine يعني إنها ملكي. ممكن أبدأ بيها الجملة كده. Mine is blue يعني بتاعتي لونها أزرق. أوكي؟ يبقى ضمير الملكية ممكن يجي في آخر الجملة ممكن يجي بعده فعل. طيب لو أنا قلت هي عندها عربية. هو عنده عربية. He has a car. هو عنده عربية. يبقى it belongs to me. تخص مين العربية؟ ها it belongs to إيه؟ to him. تخصه. تبقى عربية مين؟ تبقى it's his car. تبقى عربيته. تبقى it's his. ملكه. وقلنا his دي ممكن نبدأ بيها الجملة. نقول مثلا this isn't علي's car. دي مش عربية علي. his is red. بتاعته لونها أحمر. أوكي؟ يبقى هنا his يعني اللي هي ملكه. قلنا دي ممكن تيجي في آخر الجملة أو ممكن نبدأ بيها الجملة ونحط بعدها فعل. حلو. طب تعالى نقول هي عندها عربية. يبقى she has a car. يبقى العربية دي تخص مين؟ It belongs to me. Her. It belongs to her. ضمير المفعول بيجي بعد حرف الجر أو الفعل. تبقى it's her
نار تبقى عربيتها هر دي صفقة ملكية لازم بعدها اسم تبقى it's hers ملكها أو ممكن نقول hers is red بتاعتها لونها أنا كده قلت I و he و she هنا شباب we have a big house احنا عندنا بيت كبير يبقى البيت ده يخص مين؟ يخصنا يبقى it belongs to us يخصنا احنا يبقى it's our house يبقى بيتنا يبقى it's ours يبقى ملكنا ممكن ours دي نبدأ بها جملة بس يجي بعدها فعل يعني أنا ممكن أقول إيه ده مش بيتنا this isn't our house ours is big بشوف صورة كده قلت this isn't our house ده مش بيتنا ours اللي هو ملكنا أو بتاعنا أو بيتنا is big طب تعال نشوف you have a car انت عندك عربية يبقى العربية دي تخص مين؟ تخص it belongs to you تبقى it's your car تبقى عربيتك تبقى it's yours تبقى ملكك قلنا yours دي ينفع نبدأ بيها جملة ازاي؟ لما اقول مثلا this isn't your car دي مش عربيتك yours is blue بتاعتك لونها ازرق يبقى ضمير المفعول ده ينفع يبدا ضمير الملكية ده ينفع يبدا جملة بس يجي بعده فعل تعال ناخد they لما نقول هما عندهم عربية يبقى هنقول ايه يا شباب؟ يلا قول كده they have a car يبقى العربية دي تخص مين؟ تخصهم تبقى it's their car تبقى عربيتهم تبقى it belongs to them تبقى تخصهم تبقى it's theirs ملكهم وقلنا theirs دي يا إما تيجي في آخر الجملة يا إما تبدأ جملة ويجي بعدها فعل يعني ممكن أقول this isn't their car دي مش عربيتهم theirs is yellow بتاعتهم لونها أصفر ونفرق بقى يا شباب بين it's كده و it's كده it's دي أصلا اسمها it is ده ضمير فاعل يبدا الجمله it is my car دي عربيتي لكن it's دي صفه ملكيه لازم يلزق فيها اسم كده لما نقول it's tail يعني ديله it's eye يعني عينه بنستخدمها للخير عاقل يبقى دي كده it's اللي هي فيها apostrophe دي ضمير فاعل it وبعده is واختصرناها قلنا it لكن it's اللي من غير apostrophe دي صفة ملكية لازم يلزق فيها اسم طب بنسأل عن الملكية بإيه؟ يعني مثلا لو أنا لقيت قلم وعايز أقول القلم ده بتاع مين؟ تقول إيه؟ whose بنسأل عن الملكية بإيه؟ whose pen is this؟ قلم مين ده؟ لو لقيت حاجة جمع لو لقيت مثلا شوية محافظ كده whose wallets are these يبقى بسأل عن الملكية بwhose ممكن تسأل عن مفرد أو جمع whose pen is this ملك مين القلم ده يبقى it's mine ملكي it's hers ملكها it's his ملكه it's ours ملكنا it's theirs ملكهم it's yours ملكك whose wallets are these بتوع مين المحافظ دول they are ours ملكنا
theirs ملكهم his ملكه hers ملكها yours ملكك ايه تاني mine ملكي يبقى بسأل عن الملكية بروز تعال كده نبص على التدريبات بتاعت الحاجات دي علشان نواجه جمل كتير ونحلها بص يا شباب معايا هنا كده هنا بيقول مروان is space uncle هنقول هنا ايه يا شباب مين يقول لا دي في البوكلت كده بص معايا مروان is space uncle my uncle يعني ايه عمي قلنا صفة الملكية اللي بيجي بعدها اسم is a doctor he لان ضمير الفاعل هو اللي بيبدأ الجملة يبقى he is a doctor هدى and عمر are your parents دي اللي بيجي بعدها اسم your parents يعني والديك أميرة is aunt أيوة her أميرة is her aunt أميرة هي عمتها I live in Alexandria with space parents نعيش في اسكندرية مع my parents صفة الملكية بيجي بعدها اسم Clap for the football players. سقف للعبة الكورة. A played very well. They played very well. لعبوا كويس. Throw the ball to me. ارمي لي الكورة. I am waiting. أنا في الانتظار. هدى is grandmother. هدى جدتهم. يبقى there. Grandmother جدتهم she loves them so much we can't come next Friday مش هنقدر نيجي الجمعة الجاية it's mother's birthday it's our mother's birthday هيبقى عيد ميلاد جدتنا this is my shirt ده قميصي يبقى it's a mine يبقى ملكي it's her car عربتها often drives it يبقى نبدأ بإيه she often drives it We all love great country Egypt. كلنا بنحب وطننا. يبقى ايه? Our great country. Grandfather arrives at 5 o'clock. جدي بيوصل الساعة 5. Let's go to meet him. تعال نروح نقابله. Car is this? بنسأل عن الملكية بمين? Whose? Your sister is parents' daughter. Your sister is your parents' daughter اختك تبقى بنت ابوك وام يلا نعمل correction هنا بقى what is her name it's علي علي ده يبقى نقول what's his name ما هو اسمه can me have my pen please انا بقول عايز قلم يبقى can I have my pen it's not my camera بتاعتي جديدة Mine is new. She is my mom. هي أمي. أنا ابنها. يبقى I am her son. This book belongs to me. الكتاب ده يخصني. يبقى it is mine. ملكي. Who pencil is this? نسأل عن الملكية بإيه? Whose? This book belongs. قلنا اسمها belong إيه? Belong to يعني يخص يبقى belongs to me يخصني This is my bag شنطتي تبقى it's a mine ملكي This pen belongs to منا القلم ده يخص منا يبقى it's hers ملكها Sammy is my brother هدى and عمر love their parents هدى وعمر بيحبوا والدي هدى وعمر دول كأنهم they يبقى هنا ايه their parents والديهم the dog had its من غير apostrophe its breakfast الكلب تناول فطاره our parents are proud of والدي فخورين بينا يبقى proud of us برافو حمز سلمى likes her teachers بتحب teacher of English مدرسها بتاع الانجليش Today is my birthday. فكده ده تدريب على
صفات وضمائر الملكية. طيب تعال نحل على الدرس اللي فات بقى شباب اللي احنا خدناه. This is a picture. اتفضل يا محمد. قلنا دي صورة لعيلتي، يبقى This is a picture of my family، يعني دي صورة لعيلتي. حمزة my uncle is called مروان، يدعى مروان. يلا معاذ، my grandfather is 64 years. لا انا اقول is aged، لكن لما اقول is 64 years يبقى 64 years old. لو انا عايز اقولها بايج يبقى is aged 64. your sister is your parents، اختك تبقى ايه لبيرنتس لوالدي، daughter تبقى بنتهم. يلا ابو فخري ها فين، my mom is a teacher my dad is a teacher to التاني، to دي يعني إلى، وتو يعني إيه؟ صباع الرجل. برافو حموش، to يعني number two، يبقى دي تو اللي هي صباع الرجل، لكن هنا to يعني أيضا. What is the name of Alice and how old is he؟ مين اللي ياخد he في دول؟ أقرب aunt ولا sister ولا father ولا daughter؟ هي المذكر الوحيد هنا مين؟ father. محمد جمال these sisters are the same age، البنات دول لهم نفس السن، يبقى they are twins توأم. عاطف my father my favorite A is reading، my favorite hobby هوايتي المفضلة هي القراءة. محمد إبراهيم is a game for two people، لعبة لشخصين، chess الشطرنج. my are my aunt and uncle's child، إياد بص child طفل، يبقى ابن عمي أو ابن عمتي cousin. my parents are teachers، كلا والدي. both my parents are teachers. what's your name؟ أحمد. I like helping poor people، أنا بحب مساعدة الناس الفقراء. I like doing a work، أنا بحب العمل التطوعي. voluntary work، احنا قلنا voluntary work اللي هو العمل التطوعي اللي ما بناخدش عليه أجر. your space is your mom and or dad's sister، اخت امك او اخت ابوك تبقى ايه؟ عبد الملك aunt اللي جنبه he voluntary work in a hospital، بيعمل عمل تطوعي does. برافو، عشان احنا خدنا do voluntary work. صفو my mother is aged، قلنا لازم verb to be is aged. طيب هات كتابنا كده يا شباب، خدنا الريدنج صح، خدنا الانترفيو دي، طب دي خدناها. طيب يبقى هنقرا من اول هنا يا شباب اهو. an interview with twin brothers، عندنا هنا interview مقابلة مع twin brothers، مع اثنين توأم. meet حازم and حاتم they are brothers and they are both aged 12، الاثنين عمرهم 12. they have the same parents، ليهم نفس الوالدين. and the same birthday، ونفس يوم الميلاد. they are twins، هما توأم. what are your hobbies، ما هي هواياتكم؟ I like sports، بحب الرياضات. I play basketball on Mondays، ما ننساش on مع أيام الأسبوع. and Wednesdays بلعب كرة السلة في Mondays Wednesdays، في أيام الاثنين وأيام الأربع. I go swimming on Tuesdays،
بروح سباحة في أيام الثلاث and I play football on Saturdays وبلعب كرة القدم في أيام السبت. And he watches football matches on TV وبيشوف ماتشات الكرة على التلفزيون on Saturday evenings في مساء السبت. He loves football, هو بيحب كرة القدم. I love football, وأنا بحب كرة القدم. I don't like football, but I like music. ده حياتي بقى, ما بحبش أنا كرة القدم, لكن أنا بحب الموسيقى. I play the drums, أنا بلعب drums, بعزف drums, and I listen to music وبسمع موسيقى. He plays the drums in a band, هو بيلعب الدرمز في band, في فريق موسيقي. واخد بالك انه لما بيقول I بيقول I play, لكن لما بنقول he بنقول he plays. Do you have any hobbies that you both like? هل في اي هوايات انتوا الاثنين بتحبوها؟ We play chess together on Saturdays, بنلعب شطرنج ايام السبت مع بعض. حاتم usually wins, حاتم عادة بيفوز. Yes, that's true. ايوه ده صحيح. And on Saturday afternoons, وفي ظهيرة يوم السبت, we do voluntary work, بنعمل عمل تطوعي. What kind of voluntary work? ايه نوع العمل التطوعي اللي بتشتغلوه او بتعملوه؟ We help in the children's hospital, بنساعد في مستشفى الاطفال. We play games with the children, بنلعب games مع الاطفال. And read them stories, ونقرأ لهم قصص. It's great, دي حاجة عظيمة. Can I ask you some more questions? ممكن أسألك شوية أسئلة كمان؟ Yes, of course. بالطبع. حازم, when do you play basketball? إمتى بتلعب basketball? I play basketball on Mondays and Wednesdays. بلعب الباسكتبول دي أيام الاثنين والأربع. And when do you play football? وإمتى بتلعب كرة القدم? I play football on Saturdays and I watch football matches on the TV on Saturday evenings. When do you go swimming? بتروح سباحة امتى? I go swimming on Tuesdays. Wow, you are busy. ده انت مشغول بقى. حاتم, when do you play the drums? بتعزف drums امتى? I play the drums on Mondays at home. And I play the drums in a band on Thursday. بعزف على drums ايام الخميس. What do you do on Tuesdays and Wednesdays? بتعمل ايه في ايام الثلاث والأربع؟ I listen to music, I like pop music, بحب الموسيقى الشعبي. What do you do on Saturdays? تعمل إيه في أيام السبت؟ I help my mother and I do voluntary work with حازم, بساعد أمي وبعمل عمل تطوعي مع حازم. And on Sundays, وفي أيام الحد, I play chess with حازم, بلعب شطرنج مع حازم or my dad أو أبوي. Thank you both, شكرا لكم أنتوا الاثنين. You're welcome, العفو. I'll write the data of the interview in my, أنا هكتب البيانات بتاعت الانترفيو دي في my A, أي اسمها إيه؟ diary, في المفكرة أو المذكرة اليومية بتاعت. They gave him a prize for his A عالية work in poor countries. ادوله جايزة على شغله في poor countries, الدول الفقيرة. Voluntary work, العمل التطوعي. يا أمل, this afternoon, في تلك الظهيرة, I'll have A or N for a new job in an oil company. Interview, هيبقى عندي مقابلة شخصية عشان وظيفة في شركة بترول. ماجد and ماجدي are, they were born at the same time, يا فريد. Twins, برافو, توأم, عشان مولودين في نفس الوقت. Reading is my favorite هوبي, هوايتي المفضلة. دول بقى هشوفهم في الهومورك وارجعهم معاك المرة الجاية. Talking about yourself and your family, ازاي بتتكلم عن نفسك او عن اسرتك؟ بتقول my names وتقول اسمك. I'm كذا years old, انا عمري كذا. My dad's name is, اسم ابويا كذا. My mom's name is, اسم أمي كذا. ونقول بقى he is كذا years old, هو عمره كذا. She is كذا years old. احنا قلنا شباب كل واحد فيكم هيكتب لي paragraph بالشكل ده كده عن نفسه وعن أسرته, يعرفني على نفسه وعلى أسرته. هتكتب أنا اسمي كذا وعمري كذا وبشتغل كذا. I'm a student. هقول أبويا
He is called كذا. اسمه كذا. He's a doctor. He's a teacher. وعمره كذا. He is aged كذا. أو he is كذا years old. أمي نفس الحكاية. عمي، خالي، عمتي، خالتي. أعمل لي كده. أقول لي الحاجات دي في الباراجراف. أشوف المرة الجاية. عملتوه؟ طيب أشوف اللي عملوه بقى. هنا شباب طبعا الجدول ده هتحفظه لي زي اسمك اللي هو شرحناه على البورد. مروان is my uncle. مروان ده عمي. نادر and منى are their parents. نادر ومنى يبقوا والديهم. This is my pen. يبقى this pen is mine. يبقى it's her pen. It's hers. Who's بنسأل بيه عن الملكية؟ وهتحل لي 28 دي 28 و29 في الهوم ورك. وعندك كمان 31. حل لحد 31 وما تكتبش الباراجراف بتاع يور هوبيز عشان اعلمه لك المره الجايه ازاي بنكتب باراجراف. هنحفظ بقى كلمات الدرس الثالث والرابع. اقراهم معايا. اورفن. اورفن يعني يتيم. Mountain, city, country, attic. Attic دي صندرة. تمام؟ دي بقى غرفة في أعلى المنزل كده بنخزن فيها الحاجات القديمة. Attic. Adventure. This child is an orphan. ده يتيم. He has no parents. ما عندهوش والدين. Cairo is a big city in Egypt. مدينة كبيرة في مصر. They climbed the mountain. هم تسلقوا الجبل. Stories are my favorite. Adventure stories اللي هي قصص المغامرات are my favorite. دي المفضلة عندي. Correct. Correct. Minutes. Communicate. Communicate. Conversation. How long. Airport, add, end, goat, one day, walk. The countries and cities, ما تحفظهمش بس اقراهم كويس. Morocco, England, Cape Town, South Africa, Oman, Switzerland. Think, thought, thought. Fly, flew, flown. Feel, felt, felt. Hear, heard, heard. Catch, caught, caught. Learn, learned, learned. In a city, في المدينة بتشوف ايه؟ Airport, hospital, park, shops. In the mountains, بنشوف ايه في الجبال؟ Goats, sheep, birds, flowers. Definitions هناخدها المرة الجاية ونذاكر السينونيمز والانتونيمز نحفظها. Old يبقى معناه synonym elderly أو aged. الانتونيم العكس young. Small synonym المعنى little. Antonym العكس big. High السينونيم tall والعكس low. Arrive السينونيم reach أو get to والopposite leave. Important السينونيم necessary أو serious والantonym unimportant. Sad unhappy والopposite happy. Difficult معناها hard والopposite easy. The prefix بيدي عكس المعنى. important مهم، unimportant غير مهم. full بتعمل لي صفة من الاسم. beauty الجمال. beautiful جميل. ال ing بتعمل لي صفة من الفعل. exciting دي اخر حاجة عليك في الحفظ. كمل يلا تسميع علشان اشوف التسميع بتاع الناس الدرس اللي فات. thank you and goodbye.